سمعت. ها ها ها. تعريف؟ الأمن مستدب والحالة رايقة. ايه بيطلع لنا نرتاح شوي؟ لازم نرتاح لنا شوي الشغل كله. دخيلك خبر الشرطة، دخيلك واحد لحقني لو ما بدي يقتلني. دخيلك شو يقتلك خيال؟ بدي يقتلني بدي يقتلني. طول بالك خيال طول بالك. ما بيقتلك طول بالك. شو اسمك انت؟ شو بدك باسمي؟ هيك بوصل لك وبوصل انت بالمخبر. ولك شو اسمك؟ عم بقول لك شو اسمك؟ قلت لك لو قلت لنا اسمك كلها خلصت. شو اسمك هلا؟ نخل الشرشور. نخل الشرشور. نخل الشرشور. نخل الشرشور. قوم بس قوم قوم فوت فوت يا خيي. اطلب لي شو اسمه؟ النشرة. شو بدك بالنشرة؟ يا خيي احميني هلا ولا بدك؟ لك بنشرني بس مش احميني. لا خلص طول بالك. نخل الشرشور. وصل وصل وصل. هلا بتزيدنا هيدي النشرة. ايه تعطينا على النشرة شو؟ ولا شيء. هيا 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 هيا. القعدة لا لا القعدة. جيت والله جايبك. نخل الشرشور انت بقى. ايه 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 هيا وصل. تعا طول بالك. يا حبيبي عندك انت غرامة سرعة مش دافعها سنة 1992. الحما وصل بدك تدفعه ولا موقفك؟ مش وين انا هالك بدك وصل وصل لهون على بدي اقتل الزلمة بدي اقتل يا خيي. وصل وصل لهون شو حسب لي؟ حسب لي الحسابات خيي مع الغرامات شو بيطلع لي مصاري ده؟ والمتأخرات من سنة 92 والمتأخرات والأحكام الغيابية قديش بيطلع لي ده؟ بيطلع لي تقريبا بالخمس ملايين. اوف خمس ملايين. اربع لهون بس لعلمك تكسر على شوفير موتوسيكل. حيوان حيوان حيوان. بهالي انكسرت علي. اضربني اضربني ايه اضربني اكسر لك اياها. اضربني وخذني من هالبلد. يلا اضربني ايه اضربني. شوف لي يا خيي سمي على 1500 دولار قد ايه بيطلع لي هذا؟ 5 ملايين بيطلعوا بالدولار يا سيدي تقريبا بيطلعوا تقريبا 3700 دولار. 3000 اوو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